السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة إخبارية مفصلة من يمن شباب، ونستهلها بأبرز العناوين. مسلحون مجهولون يقتلون القيادي في حزب الإصلاح بعدن، شوقي كمادي بمديرية المعلى. قوات الجيش الوطني تتقدم في الشقب والأقروط بتعز، واستشهاد مدنيين اثنين في قصف لميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية في تعز. والتحالف العربي يعلن استهداف صواريخ وأسلحة للحوثيين قرب الحدود السعودية. حياكم الله. اغتال مسلحون مجهولون قياديا في حزب الإصلاح بمحافظة عدن ولاذوا بالفرار. وقال مصدر محلي إن المسلحين اغتالوا رئيس دائرة التنظيم والتأهيل بالحزب وعميد الكلية العليا للقرآن في عدن شوقي كمادي. وأشارت إلى أن عملية الاغتيال وقعت أمام ثانوية مأرب بمديرية المعلى، مضيفة أن كمادي يعمل إلى جانب ذلك إماما وخطيبا لجامع الثوار بالمعلى وأحد القيادات المجتمعية في المدينة. أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما كبيرا في جبهتي الشقب والأقروط جنوب شرق محافظة تعز بعد معارك عنيفة خاضها أبطال الجيش ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية وبغطاء جوي كثيف لمقاتلات التحالف العربي. وذكر مصدر ميداني إن مواجهات عنيفة دارت بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في جبهة الشقب، تمكن على إثرها أبطال الجيش من التقدم في قرى الأجروش والعصيد والكريفة، فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط اندحار الميليشيا وتكبدها خسائر في العتاد والأرواح. وفي جبهة الأقروض حققت قوات الجيش تقدما نوعيا في قرية الخلل والشجرة والمناطق القريبة من دمنة خدير، أهم معاقل ميليشيات الحوثي في محافظة تعز. استشهد مدنيان في قصف عشوائي شنته ميليشيا الحوثي الإيرانية واستهدف مناطق سكنية في مديرية صبر الموادم الواقعة على الجنوب الشرقي لمدينة تعز. وأفاد مصدر ميداني أن عبد الحكيم لطف عقلان استشهد بعد أن أصيب بشظايا قذيفة أطلقتها الميليشيات على قرية الخلل في الأقروض. وأضاف أن المواطن مهيوب أحمد مدهش استشهد في قصف شنته الميليشيا بأسلحتها الرشاشة من تبة السلال على قرية القفيعة بذات المديرية. وفي صعدة أفشلت قوات الجيش الوطني هجوما لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية رازح شمالية المحافظة. وقال قائد اللواء السادس حرس حدود العميد حسين حسان العمري إن الميليشيا الحوثية شنت هجوما في محاولة منها لاستعادة مواقع حررها الجيش في سلسلة جبال الفلج وتباب الرخوم. ولقي ما لا يقل عن 7 من عناصر الميليشيا مصرعهم خلال المعارك، فيما أصيب آخرون. وفي غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع للميليشيا بالقرب من مركز مديرية رازح، أدت إلى تدمير مخزن أسلحة. تمكن الجيش الوطني مسنودا برجال المقاومة الشعبية من تحرير مواقع سودين والسقاية والهشمة باتجاه جبال حمالة بمديرية كرش شمال محافظة لحج. ويأتي هذا التقدم في أعقاب إحباط الجيش الوطني لهجوم فاشل للميليشيا الحوثي الإيرانية بمديرية القبيطة. وكان الجيش استهدف بمدفعيته مواقع للميليشيا في الخطوط الأمامية من جبهة القبيطة، ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. وتكتسب عملية تحرير مواقع سودين والسقاية والهشمة أهمية كبيرة، حيث يمنع تسلل الميليشيا باتجاه الحويني. سقط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الإيرانية في قصف جوي لمقاتلات التحالف العربي شنته على مواقع تابعة للميليشيا غربية محافظة مأرب. وقال مصدر إن مقاتلات التحالف شنت غارات جوية استهدفت تجمعات ومواقع تمركز للميليشيات غرب منطقة صرواح، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها. ودمرت غارات أخرى مخزنا للأسلحة والذخائر تابع لميليشيات الحوثي الإنقلابية غرب مدينة صرواح الواقعة بين محافظتي صنعاء وبين مأرب.
أعلنت قوات التحالف العربي أنها استهدفت صواريخ وأسلحة للحوثيين قرب الحدود السعودية. وقال المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية العقيد الركن تركي المالكي، قال خلال مؤتمر صحفي إن التحالف استهدف أيضا منصة إطلاق صواريخ للحوثيين محلية الصنع بالقرب من الحدود السعودية، مشيرا إلى أنه تم قصف عناصر حوثية مدعومة من إيران حاولت اختراق الحدود. وفي سياق الجانب الإنساني في اليمن، ذكر المالكي أن هناك استمرار تدفق المساعدات ضمن الخطة الإنسانية في كافة المحافظات. وأوضح أن التحالف أصدر أكثر من 18 ألف تصريح للمساعدات الإنسانية في اليمن. تأتي الذكرى 7 لثورة فبراير على مدينة الحديدة التي لم تتأخر عن الالتحاق بركب الثورة، وهي لا تزال ترزح تحت سطوة جماعة الحوثي، لكن الكثير من أبنائها من شباب ثورة فبراير بدأوا عملية تحريرها وقد تمكنوا من تحرير مديريتين فيها. 7 أعوام مضت لكن وهج الثورة لم ينطفئ. في 11 من فبراير 2011 كان لمدينة الحديدة كلمتها الفاصلة، فقد أعلنت الثورة في وجه صالح ونظامه الذي لطالما تغنى بشعبيته الكاسحة في هذه المدينة. لكن الحديدة فاجأت الجميع، فخرج شبابها بمئات الآلاف وكسروا حاجز الخوف وهتفوا بأعلى أصواتهم ليرحل صالح وليسقط نظام العائلة. حاول نظام صالح قمع الثورة في مهدها، وحشد لذلك بلاطجة الحزب من 4 محافظات يمنية، حجة والمحويت وريما والحديدة، لكن جحافل الموت عادت خائبة أمام طوفان الثورة وأمواج البحر الأحمر. نسي صالح تاريخ الزرانيق في مقارعة الإمامة، أو ربما أغرته حاشيته فظن أن الحديدة بقرة حلوب لم تثور في وجهه يوما. لكن ثوار الحديدة شكلوا أبرز ساحات التغيير بعد صنعاء وتعز. انتصرت الثورة دون ما أن تقتحم مؤسسات الدولة ولا معسكراتها، وتصالحت مع خصومها الذين غدروا بها. في سبتمبر 2014 عاد الرجل بأدوات جديدة لينتقم من المدينة التي انتفضت في وجهه سلميا، وراح يسقط الدولة ومؤسساتها بيد الحوثيين. وحينها وجد الثوار أنفسهم أمام ميليشيا لا تفهم إلا لغة القوة. اعتقل الآلاف وقتل المئات وشردوا من مدينتهم، لكن مارد الثورة لا يموت. توزع الثوار على ألوية الجيش الوطني والمقاومة، وراحوا يرتبون صفوفهم لاستعادة الدولة ومؤسساتها. وها هم بعد 3 سنوات من الشتات والانقلاب والمقاومة يعودون إلى مدينتهم من أبواب متفرقة، من الخوخة وحيس جنوبا ومن ميدي وحرض شمالا، يقدمون دماءهم رخيصة من أجل تحرير الأرض والإنسان، يضعون يدا على الزناد وأخرى يمدونها إلى السلام والبناء. وفي محافظة مأرب تتواصل الاحتفالات والفعاليات بمناسبة الذكرى 7 لثورة فبراير المجيدة، حيث احتفى مكتب الشباب والرياضة في المدينة بهذه الذكرى بعد يوم من إحياء السلطات المحلية والمكونات السياسية وشباب فبراير فعالية بمناسبة الثورة. ثورة فبراير الشعبية وهي تواجه اليوم عواصف هوجاء بسبب الثورات المضادة وموجات الارتداد المدفوعة من ميليشيات الحوثي الإيرانية، تظل في أمس الحاجة إلى مواصلة النضال المسلح ودعم جبهات الشرعية لإنهاء الانقلاب وتدارك المسير وتصويب الاختلالات وسد الثغرات. وتخليدا للتضحيات التي بذلت في سبيل الثورة، أقام مكتب الشباب والرياضة في مدينة مأرب حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة الذكرى 7 لثورة الشباب الشعبية السلمية التي أوجدت دليلا قاطعا على عمق التحول الذي يشهده اليمن والمنطقة بكل تناقضاته المعقدة. يعيش حاليا أسوأ ظرف قد يتخيله البعض من انقلاب ومن أفكار متطرفة دخيلة على البلد، ولكن بإذن الله سوف تكون كلمة الشباب وكلمة الثوار هي التي سوف تجتث هذا الانقلاب من جذوره وتزيل هذا الفكر الضال عن بلدنا الحبيب.
هذا المشهد الطفولي البريء الذي يجسد نبل الهدف والقضية ما هو إلا تعبير عن الطابع السلمي الذي انتهجته ثورة فبراير العظيمة وأنهت حقبة الحكم الاستبدادي، ويستمر مقاتل الشرعية اليوم للقضاء على الميليشيات الحوثية ومخلفات الإمامة. بهذه المناسبة نحيي ذكرى استشهاد جزء من شهداء محافظة مارب خلال هذه الثورة السلمية، وكذلك تخليدا لشهداء جمعة الكرامة وكذلك لشهداء معركة تعز. معرض الصور يبرز كوكبة من الشهداء الذين سقطوا في ساحات الثورة في مأرب وصنعاء وتعز وغيرها من ساحات المدن اليمنية، لهو أكبر دليل على واحدية القضية والهدف. شباب يحيون ذكرى ثورتهم ويعلون شأن شهدائها وجرحاها، ليس إلا انتصارا لأشواقه المشروعة في الحرية والكرامة التي يناضل من أجلها بوعي وصدق. عمر المقرمي، يمن شباب، مأرب. أكد شباب ثورة فبراير في محافظة الجوف على أن الثورة الشبابية الشعبية مستمرة، وأن تضحية الثوار لن تذهب هدرا، وأن هدف الثورة المتمثل في بناء اليمن الاتحادي الجديد الذي تسود فيه قيم الحق والعدالة والحرية والمواطنة المتساوية والفرص المتكافئة هو ذلك الذي لم ولن يتخلى عنه الثوار أو تحيد عنه الثورة. هتافات وشعارات رددها أبناء الجوف أعادت الروح الثورية لأبناء المحافظة الذين التحقوا بركب الثورة مع انطلاق شرارتها الأولى في 11 من فبراير. خرجوا إلى الساحات بصدورهم العارية، تاركين خلفهم مظاهر السلاح التي عرف بها أبناء الجوف. الكل خرج في ثورة سلمية شبابية من أجل الحصول على حرية الفرد التي يستطيع بها أن يعيش ويحيا الحياة التي كتبها الله له. إن ثورة فبراير أتت بعد عقود بل قرون من القهر والجهل والمرض، جاء من أجل إيجاد نظام عادل ولأجل تحقيق قيم الحرية والعدالة والمساواة والتحرر. اليوم وفي الذكرى السابعة لثورة فبراير المجيدة، يجسد شباب الثورة في الجوف معاني الوفاء للثورة بحفل فني وخطابي تخلله فقرات متنوعة عبرت عن مدى الارتباط الوثيق بين ثورة فبراير والنضال المستمر في جبهات القتال لدحر الانقلاب الذي حاول الالتفاف على أهداف الثورة. ونحن نعيش في فرحة هذا اليوم المجيد، نستلهم فيه رشدنا ونشد فيه على أيادي الأبطال القابضين على الزناد في السهول والجبال والأودية، الذين كان لهم الدور الأكبر في تحقيق هذه الفرحة لأبناء الوطن عامة ومحافظتنا خاصة. وتعهد المشاركين في الحفل على مضيهم في طريق النضال الذي ضحى من أجله شهداء ثورة 11 من فبراير حتى تحقيق كامل الأهداف التي رسمها الثوار في ساحات الحرية والكرامة. يا شباب وشابات الثورة اليمنية، زملاء النضال الأبطال، نقول لكم أن ثورتنا مستمرة ونضالنا متواصل، وأهدافنا جذورها راسخة وثمارها أوشكت على النضوج، فلا تراجع عن أهداف 11 فبراير ولا مساومة عليها. وعلى امتداد جبهات الجوف من شرقها إلى غربها، يستمر شباب الثورة في الكفاح المسلح لإسقاط الانقلاب، وينشدون الدولة المدنية والمستقبل الأفضل الذي خرجوا من أجله إلى الساحات مطلع العام 2011. يحتفل شباب الثورة في محافظة الجوف بالذكرى السابعة لقيام ثورة 11 من فبراير التي خرج من أجلها مختلف شرائح المجتمع، مؤكدين مواصلة النضال حتى تحقيق كامل أهداف الثورة. مجد عياش، من شباب، محافظة الجوف. على مدى عامين شكل مشروع قيمتي في مدرستي نقلة نوعية في مدارس وادي حضرموت التي يستهدفها بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى طلاب المدارس والثانويات، حيث يستهدف المشروع في نسخته الثانية 5 مدارس في مدينة سيئون وتريم، ويهتم بتهيئة البيئة التعليمية وتعزيز القيم الإنسانية والوطنية عبر 40 مبادرة تطوعية خلال العام. التفاصيل في التقرير التالي. القيمة تعززها السلوكيات، والسلوكيات الإيجابية فقط هي التي تحدث التغيير،
ولكون شخصية الطالب هي محور العملية التعليمية في المدارس الثانوية والأساسية، كان مشروع قيمتي في مدرستي في نسخته الثانية لينقل القيم النظرية إلى سلوكيات عبر 40 مبادرة تطوعية ومجتمعية في 5 مدارس بوادي حضرموت. يهدف المشروع بشكل عام هو تفعيل الطلاب داخل المدارس، وأيضا خلق بيئة مليئة بالإيجابيات وتعزيزها، وإن شاء الله نأمل أنه خلال الأيام القادمة ننفذ إن شاء الله فعاليات أخرى لكي نعز هذه السلوكيات أكثر وأكثر إن شاء الله. 3500 طالب وطالبة يستهدفهم المشروع في مدينة سيئون وتريم من خلال إيجاد فرق تطوعية داخل الحرم المدرسي تتنوع بين فرق التحسين والتطوير والصحة والبيئة والإعلام والإبداع والفنون، يسند لها مهمة تنفيذ أنشطة تطوعية تعزز قيم الأمانة والانضباط والنظافة والتطوع. أضاف مشروع قيمتي في مدرستي تهيئة البيئة المدرسية، وأضاف لنا أشياء جديدة في المدرسة لم تكن موجودة. ومن ناحيتي كرسامة أظهرت يعني إبداعاتي خاصة في الجدران، أول إبداعاتي يعني أرسم في الجدران، وأتاح لي الفرصة هذا قيمتي في مدرستي، والآن يعني بعض من أعمالي اللي سويتها أنا في الجدران على المدرسة. قيمتي في مدرستي الذي تموله مؤسسة العون للتنمية وتنفذه مؤسسة متطوعون بإشراف التربية والتعليم امتد ليشمل المعلمين وأسر الطلاب في عملية تكاملية تربط بين البيئة التعليمية الداخلية والخارجية من خلال برامج تدريبية مصاحبة. مشروع قيمتي في مدرستي كان له تأثير إيجابي في نفوس التلميذات وفي تفعيل الأنشطة المدرسية وتعزيز كثير من القيم التي نحن اليوم بأمس الحاجة إليها في مدارسنا وفي بلدنا وفي مؤسساتنا التعليمية. عام كامل يحدث نقلة نوعية في البيئة التعليمية في المدارس المستهدفة، نقلة تميزها الاستدامة والأثر الذي تجسده قيم المسؤولية والإنسانية والوطنية. عبد الله مؤمن، يمن شباب، وادي حضرموت. وبهذا التقرير من حضرموت نصل إلى ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مسلحون مجهولون يغتالون القيادية في حزب الإصلاح بعدن شوق كمادي بمديرية المعلى. قوات الجيش الوطني تتقدم في الشقب والأقروط بتعز، واستشهاد مدنيين اثنين في قصف لميليشيا الحوثي على الأحياء السكنية في تعز. والتحالف العربي يعلن استهداف صواريخ وأسلحة للحوثيين قرب الحدود السعودية. نلقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية ثانية، في أمان الله. We'll be right back.